ما تكملش العين واعملي لها الرقبه، ما البنت شغاله، واعملي العين دي الزبه العين دي، وتقيل الشعر شويه. ارفعي كده سما، وريني وشك مع اللوحه. برافو عليك، برافو عليك، يلا اشتغل. عارف تبقى تغمي العين شبه السمك ده، غمي. الله ينور، الله ينور يا نور، العين طالعه جميله، وريها لي كده. برافو، ما يلا يا بنتك اشتغلي. الله، خدي اي قلم، اي قلم اشتغلي بيه، ابري ده اشتغلي بيه، ابري يلا اشتغلي. انت هتقعدي كده اشتغلي بيه، ابري. الله، ظللي لي الفستان بتاعها، ظللي بس خلي الفستان الشعر اتقل. ده كل ده شعر، كل ده شعر. انت خدي الفتلايه بتاعت الشعر كده 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 كده، انت ما تعمليش كده، لا يبقى فهمتي كده. انت عايزه قلم تقيل، حلو يا حسين، بس الرموش طلعت واقفه قوي منك ليه كده؟ مش احنا قلنا هات القلم، مش احنا قلنا الرمش بيجي كده؟ لا الرمش بيجي كده، وهنا الحاجب المفروض كان يتعمل، هنا الفرق كبير قوي، وهنا المناخير. هنا البق، احنا امال احنا عاملين السنتر بتاعنا ليه؟ مش احنا عاملين خط في النص نمشي عليه يا حسين؟ ها؟ كمل يا حسين كمل. ها؟ ايوه، غمي العين بقى، استني جاي لي تاني. يلا يا حسين ماشي، بروف ماشي. انت وريني كده، مش انت كنت واخد قلم تقيل؟ ده قلم الخفيف. اشتغل بالقلم التقيل، انت كنت واخد مني قلم تقيل قبل كده. امتى؟ ما خدتش؟ يبقى غمق العين اللي في النص ده، غمقه اللي هو اللي برافو يا محمد. بتعملي ايه؟ بتعملي ايه؟ بتعملي ايه؟ وريني. هات. انا ما قلتلكيش ظللي ده. انا قلت العين اهي. 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 بصي ايدي. بصي ايدي عامله ازاي؟ اهي. اهي. نعم. اهي. بتغمقي الحته دي، شايفه ايدي عامله ازاي؟ خدي بالك معايا. شفت انا عملت هنا ايه؟ صعبة؟ طيب تعرفي بقى تعملي العين دي شبه لما انا عملت العين هنا؟ الوش ما تجيش يمه، انت هتجيبي الجمعة هتمسحي لي ده كل ده تاني. ايوه صح. يلا اعملي لي العين شبه العين دي. يلا. ايوه ساندي، برافو. في المدرسة هيعملوا لكم أول شهر 12 مسابقة عن الهند. لا، في مسابقة عن الهند، عن الرسومات الهندية. الحصة الجاية هنحفظكم الرسومات اللي أنتوا هترسموها في المدرسة. كل واحدة هجيب لها رسمة تحفظها لحد ما ترسمها، يقولوا لها أول ما يقولوا لها في المدرسة ارسمي الرسومات بتاعة الهند، ترسم لي الرسمة اللي أنا حددها لها، ماشي؟ لا، انت هتخش تقول لها انا عايز اخش مسابقه الهند، هتقول لك انت عارفه حاجات عن الهند، تقول لها اه، ما تقولهاش بقى مستر ابراهيم اعطيني حاجه،
واول ما تقعدي الرسمه اللي انا محفظها لك ارسميها. فهمتي؟ راجل هندي. ماشي. الحصه الجايه 10 على 10. جميله. انا جاي لك. حاضر. قولوا لي كده يا محمد. بروف. عايزك يا محمد تغمق لي العين من هنا. هات بص ده يكبر شويه. وهنا علامه صح دي كده، دي تغمق شويه، وهنا علامة صح. فهمتني؟ وتغمق العين بقى من هنا كده، وغمق العين من هنا. ماشي يا حمو. فهمتني يا حمو؟ يلا. ايوه يا نور، الشعر هي اللي مش عارفه تعمل ايه. ايوه بصي، بصي الشعر. بص طب بصي لنا عشان هشتغل شعر. بصي بصي لي يا بنتي، انتوا كلكم بناتي، ما انا بقول لها بصي لي عشان ايه انتوا تشوفوا انا بعمل ايه. ما طالما مسكت القلم يا سما بصي لي، بص انا بعمل ايه. انا جبت من هنا تقيل على ايه؟ تقيل على خفيف. اجي جاي من هنا اصبح الفاتح فين؟ اهو بص انا بعمل ايه؟ اهو اجي جاي بعد كده امسك الكراسه. بص بص لي هنا اهو. بص بقى هنا من تقيل على ايه؟ جدعه. اجي جاي هنا اعمل ايه؟ هتاخدي بقى دي كده، ونور هتكمل الجزء ده زي ما انا كمان. هعمل النص وتعمل النص. هنا بقى عايز يغمق. ما تجيش يمة المناخير تاني. ايه؟ المناخير ما تجيش يمها تاني. هاتي لي كده الجومة. ما تخليش من التظليل كله، ماشي؟ اعملي لي بقى العين دي، دي شبه دي. واعملي لي الشعر من هنا، وهنا ممكن تظللي الفستان من تحت، تعملي ايه؟ ها؟ هنا فاتح بس غمقي لي الشعر اهم حاجه، وهنا عايز يغمق برضه شويه. الحتت من تحت كده ايه. ماشي؟ يلا اشتغلي ايه؟ ابري القلم بس. انت عايزه قلم؟ وريني كده، انت عايزه برضه قلم تقيل. اه مش معاك قلم تقيل اهو. طيب هاتي. امسكي كده. بص هنا الحاجب، بص بص الحاجب اهو. امسكي حاجه حاجه. بعد كده خدي الخط اللي فوق. بعد كده خدي ده. لا استناني. نعم. غمال الفستان من تحت شويه. فهمتيني كده؟ ايه. هاتي القلم التسيح كده. بصي لو انت كده هتاخدي من هنا، هتاخدي كده تغمقي حوالين الخط بس، مالكيش دعوه اهو. وهتغمقي الشعر زي ما انا، انت شفتيني وانا مشغال. اعملي بقى زي، بصي العين عامله ازاي، اعملي العين الثانيه. ابري القلم وتقلي من هنا، تقلي من هنا على كده، يعني هنا تقيل وهنا يعني كده. تقلي الشعر، شعر من هنا، وبعد كده خلي ده خفيف.
تقل الشعر، امسك القلم، امسك 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 الكراسه. ده هيتقل من هنا اهي، والشعر وهنا عايز تعملي فيه شويه حاجه كده، فهمتي؟ واكتبي اسمك هنا بعد كده. امسك بس احتش الخط اللي في النص ليه يا حسين؟ ماشي، ما غمقتش ده ليه؟ البق ده ما غمقش ليه؟ ماشي يوعي ده، بس غمق ده. وبكتب هنا اسمك حسين. برافو يا محمد. الله ينور يا نور. جميلة جميلة. غمي البق. امسح بيه. اكتب محمد وغمق ده. ارفعي كده سما لوحتك، ارفعي اسمك اسمك ايه؟ اه ارفعي كده طوق لوحتك، خلي كده كده. الله، ارفع كده طوق لوحتك يا حسين. حسين وريني اللوحه وانت قاعد، وانت قاعد. ايوه انا عايز كده، عايز المنظر ده. ارفعي لوحتك كده ساندي، لوحتك مش باينه يا طوق. ايوه وريني كده. الله على الجمال. ماشي، ارفعي كده لوحدك، خليكوا زي ما انتوا، ارفعي لوحدك كده. ايوه وريني. الله ينور. وانت كده ارفعي لوحدك كده يا نور. لا ما تداريش لوحتها، خشي كده. ايوه كده، ارفع لوحتك يا محمد. ايوه كده.